يروى عن هذا الرجل الإمام سالم رحمه الله بأنه رأى في أحد، طبعا كان يذكر عنه أخوه ناصر بن راشد أنه لم يترك قيام الليل طيلة حياته أبدا، لا في سفر لا في حضر لا أبدا، قيام الليل كأنه فريضة. في أحد الأيام في قيام الليل وفي أثناء سجوده كأنه أخذته سنة من النوم، أخذته سنة نام هو في سجوده، فرأى حورية تعطيه عقود عنب، طيب وأكل من هذا العنب، وعندما استيقظ يقول بأن طعم العنب باقي، ها سبحان الله. وأيضا يعني من الرؤى العجيبة التي تذكر عنه بأنه كان هناك رجل صالح كان والي في إسكي، السيد سعود بن حمد بن هلال البوسعيدي رحمه الله. إنزين، هذا السيد سعود قد حياة السيد محمد بن أحمد، تعرفون المستشار الخاص لجلالة السلطان، توفي قبل فترة بسيطة. هذا قده اسمه سعود بن حمد بن هلال رحمه الله. سعود بن حمد بن هلال هذا رجل صالح ولي توفي، فالإمام سالم رأى في المنام رؤيا، رأى مجلس يتصدره النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، والسيد سعود هذا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الإمام سالم واستغرب، قال له ما شاء الله أنت هنا، أحيدك في نزوة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سعود من صحابتي، سعود بن حمد من صحابتي. ويعني ألف الأستاذ أيمن جزاه الله خير كتاب جميل جمع فيه يعني القصص التي حدثت في هذا الوقت من أناس معاصرين موجودين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت لهم أحوال قريبة من هذا. أيضا يذكر عنه أنه قبل نصب الإمامة، قبل لا ينصب أو يعقد عليه بالإمامة، كان يأتيه الشيطان في المنام. طبعا الشيطان العالم الآخر، عالم شياطين، شياطين الجن أيضا يعني لهم دور في الإفساد وفي يعني قطع الطريق على المؤمنين وعلى الصالحين، فما تظن أن الموضوع سهل يعني. لذلك لابد الإنسان عندما يعني يطلب العلم، عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون عنده معينات، وإلا تتسلط عليه الشياطين، فالموضوع ما سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، كان ما كذا يستعيذ من الشيطان، يستعيذ من الشيطان بماذا يعني؟ إيش 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 السلاح اللي موجود معنا إحنا ممكن نواجه به الشيطان؟ الذكر، ما في شيء آخر معك. ذلك جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام الربيع، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدات. كم عقدة؟ فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة. لذلك الشيطان ترى ما تركنك، ما تتصور أن الشيطان ما له علاقة في أمورك الداخلية يعني، ما تتصور أن الشيطان مرتاح وسعيد أنك تقص تصلي، وأنه ممكن يشجعك يقول لك ما شاء الله عليك، أنا صراحة أهنيك على هذه الاستقامة. لا 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 لا، الشيطان يقند الجنود خاصة لطلبة العلم، مستحيل يفرح أو يعني. فلذلك كان الشيطان يأتي إلى الإمام سالم في المنام ويقول له مرحبا إمام المسلمين أو شيء من هذه العبارات. فأخبر أخاه ناصر بن راشد وقال له هذا يأتيني في المنام هكذا، قال قل له إذا كان صح هذا الموضوع. وهي بعدين قبل لا يحكي لأخيه يعني كان يأتيه في المنام ويقول له بأن أنت إمام المسلمين وكذا وكذا.
بعدين بدأ يأتيه في اليقظة، كان يسمع صوت، يسمع قل أنت إمام المسلمين. وفي بعض الأحيان تظهر لك من لايحك من لافته، إمام المسلمين سالم بن راشد الخروسي. فأخبر أخاه قال له قل له إذا كان هذا الكلام صح خلي يكون هذا هذا الموضوع على ألسن الناس، الناس يتكلموا. وفعلا انتشر الخبر بين الناس بأن هناك شخصية ستكون إمام، فهو سالم بن راشد. حتى مما يذكر، وهذه يذكرها الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله، بأنه يعني شاع الخبر بين الناس وانتشر بأن هناك شخص اسمه سالم بن راشد سيكون إماما. فكان هناك فتاتان تمشيان، والإمام سالم يعني كأنه قريب من هاتين الفتاتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتقول الأولى للثانية، تقول سمعنا بأن هذا الولد سالم بن راشد سيكون إماما. فترد الأخرى قلها كيف يكون إمام هو أعمى، كيف يكون إمام وهو أعمى؟ هو في الحقيقة لو ما كان أعمى ما يكون إمام، أعمى عن المحرمات، لو ما كان أعمى عن المحرمات ما يكون إمام. فقالت له ذاك ما أعمى، ما يشوف على الحريم، موضوع غض البصر بوابة، حتى يقول العلماء التزكية بأن العين أكبر بوابة إلى القلب، أكبر بوابة العين، وكل ما تشوفه يأثر على القلب مباشرة كأنك فاتح نافذة. لذلك يعني كن حذر لكل ما ترى، خاصة يوم تطلع السوق ها تشوف السيارات وتشوف الأخضر والأحمر، يعني كن على حذر من هذا الموضوع.